أسترو لها فترة بالسوق وعريقة في مجالها، وعندها هدف محدد إنها تقدم سماعات احترافية بجودة عالية للاعبين الإي سبورت. لكن أكيد هذا ما يمنع أن كل اللاعبين ممكن يستفيدون منها ومن الأداء اللي تقدمه سماعاتها. وفي هذا الفيديو بنستعرض فيه سماعة الأيتن الجيل الثاني الجديد. طبعاً الأيتن هي الفئة الاقتصادية من سماعات أسترو، واللي تركز على جودة الصوت والتصميم. وبغض النظر عن إنها فئة اقتصادية، إلا أن مواصفاتها بتكون على مستوى الاحترافية الموجودة في الفئات العليا. السماعة سلكية ويجي معاها سلك 3.5 مليمتر عشان تشبكها على أجهزة مختلفة، وسلك ثاني عشان تشبكها في البي سي. النسخة اللي عندنا مكتوب عليها أنها متوافقة مع البلاي ستيشن 5، بس السماعة تدعم كل الأجهزة، البي سي والإكس بوكس والسويتش والجوالات. ومثل ما ذكرنا أن أحد جوانب أسترو المهمة فيها الفئة هي التصميم والراحة أثناء اللبس، والأيتن فعلا قدمت هالجانب بشكل ممتاز، وتعتبر واحدة من أريح السماعات في اللبس، وممكن نستخدمها لفترة طويلة بدون أي تعب. واللي ساعد على هالشي هو وزنها الخفيف، واللي بيكون 246 جرام بس. السماعات مصنوعة من البلاستيك المضاد للصدمات والخدوش، وفيها مرونة عالية جدا، وهالشي يوضح متانتها الممتازة، ونقدر نعدل مقاس كل جهة بحيث تناسب حجم الرأس. وخامة الوسادات قماشية ومريحة لللبس، وكل سماعة تتحرك بشكل بسيط عشان تاخذ على حجم الاذن وتكون مريحة، وهالشي بيساعد انها تعزل الاصوات من حولنا بشكل جيد. وبالمناسبة الوسادات نقدر نشيلها لو حبينا نغسلها او نبدلها بوحدة جديدة بعد استخدام طويل. من ناحية الصوت، استخدموا هنا تعديلهم الخاص بالصوت للالعاب، واللي تسميه أسترو أوديو V2، ومحركات صوت خاصة بحجم 32 مليمتر، يعني راح تسمع كل شيء حولك، زي صوت خطوات جاية من وراك أو صوت طلقات من اليمين أو اليسار. كل التفاصيل بتكون مسموعة وبشكل متوازن، وتدعم كل التقنيات الحديثة المهمة اللي هي Dolby Atmos، وعلى البلاي ستيشن 5 تدعم التمبست 3D، والويندوز تقنية سونيك على البي سي. وفيها طبعا مايكروفون، لما ترفع الفوق بيتحول للوضع الصامت بسرعة وسهولة عشان الخصوصية، والعكس صحيح، يعني لو نزلته بيفك وضع الصامت، وبيكون مرن يمدي نحركه يمين ويسار. وأداء المايك بشكل عام ممتاز، ويؤدي المطلوب ويوصل الصوت بشكل واضح أثناء اللعب. السماعة نفسها ما فيها أزرار، لكن نقدر نتحكم بالصوت من السلك. الأسترو 10 تيجي بخمس ألوان، الأسود والأبيض والرمادي والبنفسجي والأخضر الفاتح،